في إطار التعاون العسكري والفني بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، قام الجانب الروسي بتسليم الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز ميج 29 إلى الجيش العربي السوري. أضاف المصدر أن هذه الطائرات التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق نفذت تحليقها من قاعدة حميميم إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية، حيث سيبدأ اعتبارا من الأول من حزيران من عام 2020 سيبدأ طيارون البواسل بتنفيذ مناوبات مقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية. إذن مشاهدينا، حول هذا الخبر، وسأعيد الخبر حسب تصريح مصدر عسكري، في إطار التعاون العسكري والفني بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، قام الجانب الروسي بتسليم الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز ميج 29 إلى الجيش العربي السوري. أضاف المصدر أن الطائرات التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق نفذت تحليقها من قاعدة حميميم إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية، حيث سيبدأ اعتبارا من الأول من حزيران من عام 2020 سيبدأ طيارون البواسل بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية. إذن مشاهدينا، كان هذا الخبر حسب المصدر العسكري، وللتعليق عن هذا الخبر معناه ماذا يمكن أن يبنى عليه، معي في الاستوديو مدير الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري سيادة اللواء حسن أحمد حسن. أهلا وسهلا فيك سيادة اللواء. مساء الخير. أهلا وسهلا. دفعة من الطائرات، يعني في تفصيل بالخبر حسب المصدر العسكري الآن ستتحدث عنه، لكن بداية دفعة ليست هي الأولى من هذه الطائرات وهي أكثر فعالية من سابقتها، وفي هذا التوقيت، ما تعليقك؟ أشكرك على دقة الملاحظة. ما عندما يرد مصدر عسكري كل كلمة تكون ذات دلالة. عندما يقول تسليم الدفعة التالية، إذن هناك دفعات سابقة تم تسليمها. عندما نتحدث عن أنها من الجيل الجديد الأكثر فعالية، أكثر تطورا، هذا يعني أن هناك مهام إضافية جديدة لابد من القيام بها. علينا أن نأخذ بالحسبان أن الجملة الأولى في إطار التعاون العسكري والفني، إذن هناك تعاون عسكري فني، اتفاقيات موقعة ما بين جيشين، ما بين دولتين، ما بين الجمهورية العربية السورية وما بين جمهورية روسيا الفيدرالية. في إطار هذا التعاون العسكري الشامل الاستراتيجي كان تسليم هذه الطائرات. هذا يقودنا للحديث مباشرة، هذا التعاون الدرجة التي وصلها العدو المشترك بشكل أساسي هو الإرهاب التكفيري المدعوم من قوى إقليمية ودولية. الجميع يتابع بأن في الفترات الأخيرة المصادر الأخبار تركز على أن المجموعات الإرهابية المسلحة أصبحت مزودة بمنظومات صحيح. دفاع جوي. إذن وفي الفترة الأخيرة أيضا في الوقت الذي يتحدثون فيه به عن انسحاب القوات الأمريكية، نجد على العكس هناك زيادة من الفعالية على الأرض الميدان للوجود الميداني الأمريكي وقوى التي يسمونها زورا وبهتانا تحالف دولي، هو تحالف أمريكي الداعمة للإرهاب. إذن أمام هذا الواقع الدولي المتشابك المتداخل، هناك قوى إقليمية ودولية تدعم أطراف الميزة الأساسية لها الإرهاب الدولي. طيب الإرهاب التكفيري وفق القانون الدولي هو يجب محاربته. هذا الإرهاب قدر له، تم التخطيط لأن يكون على الجغرافيا السورية. الجيش العربي السوري والدولة السورية شعبا وجيشا وقيادة استطاعوا صمود سنوات متعددة. الدخول الروسي كان في الوقت المناسب، أتى ليزيد من عوامل صمود الدولة السورية ومن قدرة على الصمود وللبناء على هذا الصمود أيضا. نحن الآن
أمام واقع جديد. كل الأكاذيب والأضاليل التي كان يتم تسويقها عن يعني بداية هذا الحرب الممنهجة، هذا الاستهداف الممنهج، أصبحت وراء الظهر. أصبح العالم على يقين بأنه من غير الممكن تجميع مئات الآلاف من المسلحين من شتى أصقاع الكون والزج بهم إلى جغرافيا محددة إلا من خلال عمل وتعاون وجهد استخباراتي لأكثر من دولة. طيب، هذا الخطر الإرهابي التكفيري تبين بأنه لا يهدد فقط الدولة السورية، تبين أنه لا يحتاج إلى جوازات سفر، تبين بأن أخطاره وجرائمه يعني تهدد الجميع دون ما استثناء. كان هذا التعاون الإنساني الأخلاقي القانوني الخلاق وفق شريعة الأمم المتحدة وفق القانون الدولي، وكان وجود الأصدقاء الروس إلى جانب الجيش العربي السوري الذي ترك آثاره الميدانية الواضحة في القضاء على الكثير من مقرات القيادة ومراكز السيطرة لتلك المجامع الإرهابية المسلحة، وأصبحنا كنا في مكان وأصبحنا اليوم في مكان آخر. الآن العالم برمته يعني ينظر إلى هذه الإنجازات النوعية التي يسطرها الجيش العربي السوري. طيب، أمام هذا الواقع، أمام القدرات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لروسيا الاتحادية الأصدقاء الروس، أمام يعني إمكانية الاستثمار في علاقاتهم مع مع بعض الأطراف التي هي للأسف جزء منها كانت من وما تزال من العدوان على سوريا، أمام هذا الواقع المتشابك كما قلت والمتداخل، يأتي هذا اليوم إقامة احتفال رسمي باستلام الدفعة التالية من طائرات أكثر حداثة، أكثر فعالية، أكثر قدرة على تحقيق الأهداف مع جميع مستلزماتها، وفي الوقت ذاته الإشارة إلى أن من سيستثمر هذه الطائرات هم الطيارون السوريون البواسل اعتبارا من الأول من حزيران. يعني بعد بكرة فيه مناوبات قتالية بتكون موجودة، المناوبات المقررة للتعامل مع أي أخطار، مع أي تهديدات يمكن أن تظهر في هذه الجبهة أو في تلك الجبهة. وهذا إن دل على شيء فيدل، أتمنى يعني بخاصة ممن يحاول أحيانا الاصطياد في الماء العكر، هذا الدرس، هذا الجواب المباشر والعلني والواضح بأن من يسعى لمحاولة كما يقال الاصطياد في الماء العكر عليه مثل ما بيقولوا إخواننا اللبنانيين خيطوا بغير هالمسلي. العلاقات السورية الروسية علاقات أكثر من مميزة، التعاون العسكري والتقني الفني والتقني ما بين الجيشين الصديقين الروسي والسوري في أعلى درجاتها، في أعلى مستوياتها، تشمل جميع المجالات وتتعدى الأعمال يعني التعاون التكتيكي إلى المجالات الاستراتيجية، وفي هذا خير لسوريا، وفي هذا خير لروسيا، وفي هذا خير لكل من هو فعلا جاد في محاربة الإرهاب التكفيري الذي يهدد الجميع دون ما استثناء. وعند هالنقطة أنا السؤال اللي كمان أكيد بيلفت النظر عندما نسمع هذا الخبر، حضرتك فورا حكيت عن موضوع العلاقات السورية الروسية واللي بيحاول يتصيد، ففورا حكيت قديش هذا الخبر بالإضافة لعدة أخبار، هذا جواب مباشر تماما، هو جواب مباشر بغض النظر عن الردود، تمام، التعاون العسكري ولا الاقتصادي ولا السياسي، هذا موضوع إجا الجواب بشكل مباشر. طيب، لما عم تحكي حضرتك عن أنه العدو الأساسي اللي هو الهدف منه هدف التعاون السوري الروسي، هو في عدو أساسي واللي هو الإرهاب واللي عم يهدد، في معطيات جديدة بموضوع الحرب ضد الإرهاب أدت لحتى يكون في خطوات جديدة من مزيد من التعاون ومن مزيد من رفع سوية الأسلحة، في شيء على الأرض يعني لسات خطر جديد، معركة مختلفة، فبالتالي بتدفع لأنه يكون في تعاون من نوع أكبر؟ أشكرك على السؤال الذي يجب التوقف عنده بمزيد من الدقة وبمزيد من يعني الجدية في تقديم أي إجابة. عندما نحن نتحدث عن انتقال مجموعات كبيرة من داعش من حوالي أو من محيط منطقة التنف إلى هذه المنطقة أو تلك، عندما نتحدث
عن هجمات متتالية يتم تنظيمها من قبل داعش وليس من قبل أي تنظيم آخر. نحن نتحدث عن التنظيم المصنف رسميا على لائحة الإرهاب الدولي وفق القانون الدولي على أنه إرهاب يجب متابعته. عندما يتم الحديث عن يعني حرص أو قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإدخال معدات وكذلك أيضا الجانب التركي بإدخال معدات بغض النظر عن كيفية أو آليات التعامل الآني أو يعني اليومي مع هذه المستجدات، هناك إذن أنا عندي عنوان عريض بأن خطر هذا الإرهاب التكفيري لم ينتهي على الإطلاق، بأن إمكانية العمل على إحياء تنظيم داعش أو غيره من التنظيمات الإرهابية المسلحة، بالمناسبة ما هو الفرق ما بين داعش أو بقية التنظيمات الإرهابية المسلحة طالما أنهم جميعا يعني يعمدون أو يشرعنون قتل الأبرياء واستهداف البنية التحتية و و و و إلى آخره، وكل هذا ليس بإمكان أي تنظيم إرهابي مسلح العمل إلا من خلال وجود الداعم، وجود الراعي، وجود المخطط، وجود المتابع، وجود من يقود الأعمال الميدانية بشكل مباشر. ثبت على أرض الواقع بأن هناك قوى إقليمية وقوى دولية يجسون النبض من فترة إلى أخرى، هل تراجع العزيمة السورية، الإصرار السوري، من يقف مع سوريا، هل هناك من فتور، هل يمكن العمل على استغلال هذا الظرف أو ذاك لتنشيط هذا التنظيم أو غيره لإعادة يعني كما يقال خلط الأوراق من جديد؟ أمام هذا الواقع مجموعة من الرسائل الواضحة بأن التعاون السوري الروسي استراتيجي شامل دائم عصي على الاختراق، بأن من يراهن على إمكانية الاستفراد بالدولة السورية عليه أن يقلع عن هذا الرهان. فسوريا ليست وحيدة على الإطلاق ولم تكن وحيدة، سوريا معها محور المقاومة، سوريا معها محور مكافحة الإرهاب في مواجهة محور آخر يسعون لخلط الأوراق، يسعون للافتئات على القانون الدولي، يسعون ل يعني ترامب يوزع كما يحلو له صكوك ملكية مرة بالقدس ومرة بالجولان ومرة في مكان آخر. هذا الواقع، هذه العربدة لا يبد لها من يعني إطار يمنع استمراريتها. هذا يذكرني بما تحدث به السيد الرئيس الفريق بشار الأسد في مقابلته مع صحيفة أو مع قناة روسيا اليوم وصحيفة أو وكالة روسيا السيفودنية في 5/11/2019، عندما تحدث عن أن العالم للأسف حاليا يحتكم ليس إلى قوة القانون الدولية وإنما إلى القوة، إلى عامل القوة ووجود القوة الروسية. الاستثمار في عامل القوة الروسية عامل مهم ليس فقط لمكافحة الإرهاب وإنما للتوازن القوى على المستوى الدولي. إذا نحن هنا أمام منحة جديد، أمام أفاق جديدة تتجاوز الجغرافيا السورية. نحن في إطار الحديث عن توازن ما بين من يريد الاستفراد بالقرار الدولي، من يريد أن يحتكم إلى قانون الغاب أي قانون شريعة الغاب القانون القوة، وهناك من يريد أن من يقول لا يوجد شعب ويوجد جيش ويوجد قائد استطاعوا أن يصمدوا ويمكن البناء على هذا الصمود، يوجد محور كامل اسمه محور مكافحة الإرهاب أو محور المقاومة وقد انضم إليه أو زاد من مناعته انضمام قوى كبرى وفي مقدمتها روسيا الاتحادية. إذن لم يعد بالإمكان الاستفراد بالقرار الدولي، لم يعد بالإمكان المراهنة على إمكانية الاحتكام إلى موازين القوة وأن من يملك القوة هو الذي يستطيع أن يفرض سيطرته، كما يمتلك من يدعم الإرهاب ومن يستثمر بالإرهاب ومن يدعي محاربة الإرهاب إلا أنه على أرض الواقع يحارب بالإرهاب، كما يوجد لديهم عوامل قوة، هناك عوامل ردح، هناك عوامل قوة أخرى. إضافة إلى هذا وذاك هناك العامل الذاتي الذي يمثله عندما أقول الطيار السوري المقاتل السوري. ما أثبته المقاتل السوري عبر على امتداد أكثر من 9 سنوات أثبت أنه
سوبر مقاتل أثبت أنه منظومة أخلاقية، منظومة عسكرية، منظومة وطنية، منظومة عقائدية. إذن وهذا ما أدى إلى انحسار الإرهاب الذي كانوا يراهنون من خلاله على تنفيذ استراتيجيتهم الشيطانية التي أسموها الفوضى الخلاقة، وفي نظرية أخرى الشرق الأوسط الجديد، أي تهديم البنى القائمة لجميع الوحدات السياسية لجميع الدول وإعادة تركيبها بما ينسجم والمصالح الصهيوأمريكية. طيب وماذا عن مصالح المنطقة؟ هذا ما بيعني هون. من الذي يحدد مصالح، من الذي يحدد مصالح الشعب السوري أو مصالح الشعب العراقي أو مصالح الشعب اللبناني أو مصالح الشعب الفلسطيني؟ الذي يحددها هي الشعوب ذاتها وليست قوى خارجية. الآن من خلال امتلاك عوامل القوة وعامل الإيمان بالحق وعامل التجذر في الأرض وعامل الانتماء والنقاء في الانتماء للوطن وعامل الثقة المطلقة بالجيش وبقائد الجيش والوطن السيد الرئيس الفريق بشار أسد، نحن أمام لوحة جديدة ترتسم. لا أحد يستطيع، لا محلل عسكري ولا محلل سياسي ولا استراتيجي، أن يدعي بأن صمود الدولة السورية لم يمهد، طبعا ومن معها، صمود الدولة السورية ليست وحيدة والحلفاء. بمن وقف معها لم يمهد إلى الاقتراب من نقطة جديدة في العلاقات الدولية، ألا وهي أفول ما يسمى الأحادية القطبية. قد لا تكون معالم نظام عالمي جديد قد تبلورت بعد، لكن كل معطيات الواقع تؤكد بأن الأحادية القطبية لم تعد فاعلة الحد الأدنى، وهناك من يعمل، من يمهد، من يهيئ البيئة الاستراتيجية فعلا للانتقال إلى نظام عالمي أقل عربدة، أقل عنجهية، أقل إجراما. طيب. أقل من اعتمادا على القوة للاستفراد أو لمصادرة إرادات الشعوب. بما أنك عم تحكي عن فكرة العنجهية ومحاولات السيطرة على المنطقة، هذا الخبر أو المصدر ما ذكره اليوم بهذه اللحظة، المصدر العسكري ومعنى الرسائل التي تحدثت عنها ووضحتها، أين هي مقارنة بالوجود الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية؟ عندك الوجود الغير الشرعي الأمريكي وكل المجازر والإساءات والتخريب الذي تقوم به القوات الأمريكية، والوجود التركي، وهذا الموضوع له تعقيداته، حتى ربطوا دائما بأن الروسي نتيجة علاقته مع التركي نوعا ما خفف دعمه لسوريا. فبناء على هذا الخبر اللي هو جواب مباشر مثل ما قلت، ما مصير هذا الاحتلال والغزو والتواجد غير الشرعي؟ بكل تأكيد أي وجود عسكري لأي دولة على أرض دولة أخرى بدون أحد أمرين، إما طلب من قيادة الدولة بشكل رسمي أو وفق قرار صادر عن مجلس الأمن، بغير هاتين الحالتين أي وجود عسكري هو وجود احتلالي. صح. أي وجود عسكري هو وجود احتلالي، سواء كانت القوات الأمريكية أم من يدور في الفلكة، في فرنسي، في بريطاني، في غيره، في إلى آخر، أم التركية بآن معا. لكن هنا بدنا نميز ما بين أمرين. بكل تأكيد العلاقات الروسية التركية، أنا ما بقول أن والله هي، لا على العكس، مو هي التي خففت من الدعم، هي التي خففت من زيادة العربدة التركية، هي التي خففت من ارتكاب حماقات جديدة تركية. أيهما أكثر فائدة؟ عندما، من الذي قال بأنه أنا صديقي لازم يكون متطابق معي بمية بالمية؟ لما بدي يكون الصديق متطابق بنفس المواقف بنفس هذا معنى صاروا طرف واحد. لا، بكل تأكيد إمكانية البناء في العلاقات الروسية ويعني ارتباطها المباشر أو علاقتها مع تركيا مع الحفاظ على مسلمات أساسية، السيادة الوطنية، شوف بكل الاتفاقيات، بكل التفاهمات التي يعني يكون الروسي طرفا فيها سواء كان تركي أو غير تركي، بيكون عنوانه الأول التأكيد على سيادة واستقلالية أراضي الجمهورية العربية السورية، التأكيد على سيادة واستقلالية. إذا نحن أمام هذا الواقع الجديد. طبعا ما بدنا نضحك على أنفسنا ونقول أنه والله الأمريكي رح يطلع لحاله والتركي رح يطلع لحاله. هناك عوامل قوة ذاتية، هناك
خاصة بالمكون الذاتي السوري بالعوامل الخاصة بالدولة السورية، وهناك عوامل قوة موضوعية من خلال علاقة سوريا مع بقية حلفائها في محور المقاومة أو في محور مكافحة الإرهاب. هذا لا يعني بأن الآخرين يعني أصبحوا يعني عزل وأصبحوا ضعفاء وأصبحوا، لا لا، بكل تأكيد هناك ما يزال يعني صراع مستمرا. لن تدخر الولايات المتحدة الأمريكية جهدا على الإطلاق في إطالة أمد هذا الواقع القائم أطول فترة ممكنة. لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى يقين مطلق أن إمكانية إسقاط الدولة السورية عسكريا غير ممكن. طيب شو الحل؟ بيجوا بيقولوا لها لسوريا مبروك عليك يا سوريا والله انتصرت ونحن فشلنا؟ بكل تأكيد لن يقولوا كذلك. كل ما يستطيعون فعله هو إطالة أمد هذا الواقع القائم أطول فترة ممكنة. هم يظنون أنهم بذلك يستطيعون أن يستنزفوا قدرات الدولة السورية وتصبح سوريا بمثابة يعني الرمال التي يغوص بها أصدقاء سوريا الذين وقفوا معها. على أرض الواقع تبين لا، على العكس، ما هو قائم عندما تم العمل العسكري تم تطهير مساحات واسعة، وبالتالي ليس أمامهم إلا الاحتكام إلى هذه الواقعية الميدانية التي تؤكد لو أن الأمور مرتبطة بالجهد العسكري بغضون فترة قليلة أقل بكثير مما قد يخطر على الذهن يمكن القضاء على ما تبقى من مجاميع إرهابية مسلحة. لكن يا تركيا أنت تعهدت أن والله تفصل ما بين ما يسمى ما أسميته معارضة مسلحة معتدلة، وأنا ما بعرف يعني كيف يمكن تسويق هذه المصطلحات اللي هي سم يدس في الترياق. ما في شيء اسمه معارضة مسلحة معتدل، طالما مسلح معنى ذلك أنت ضد القانون الذاتي وضد القانون الدولي، وكل مسلح يحمل السلاح بشكل غير شرعي واجب الدولة قبل أن يكون حقها واجب الدولة العمل على القضاء عليه. أمام هذا الواقع ليس أمام نظام أردوغان إلا مزيد من أحد أمرين، إما الفضائح وأنه فعلا هو يطلع على العلن ويقول لا أنا كنت أنه كان عم يكذب بكل ما ادعى، وإما أن يذعن للواقعي الميداني، الواقعي الميداني بشقيها السياسي والعسكري بآن معا شيئا فشيئا. وكلما كان هناك إمكانية لتقليل الخسائر كل قطرة دم يمكن توفيرها هي مكسب للدولة السورية في نهاية المطاف. هذه الجغرافيا الجمهورية العربية السورية وستبقى جغرافيا الجمهورية العربية السورية، وكما أشار السيد الوطن لن يبقى شبر واحد على امتداد الجغرافيا السورية إلا وسيعود إلى أرض الوطن وإلى سيادة الوطن. الدولة الروسية هي دولة أيضا كما أشار في تلك المقابلة، أحد أمرين، إما أن تتابع طريقها كدولة عظمى وقد أثبتت فعلا أنها دولة عظمى وقوتها مهمة جدا لحفظ الأمن والاستقرار والتوازن القوى إقليميا ودوليا، وإما أن تنكفئ إلى حدود دولة ضيقة وعادية. معطيات واقع تشير بأن الأصدقاء الروس هم في طور ليس فقط التقدم وأخذ دورهم كدولة عظمى بل كقطب مكافئ، ليس أمام الأمريكي إلا أن يعترف بهذه الحقيقة. إذا نحن الصورة بهذا الشكل واضحة، هذا الإرهاب الذي صدر إلى الجغرافيا السورية أحد أمرين، إما أن يقتلع أو أن يقضى عليه بشكل أو بآخر. بقية الأطراف الداعمة له الذين ظنوا أنه بإمكانهم الاستثمار بهذا الإرهاب لتفتيت دول المنطقة وجغرافية المنطقة وتجزيتها الآن أصبحوا على قناعة هذا لم يعد بالإمكان. إذا لابد من إيجاد حلول أخرى، لابد من إيجاد مخارج أخرى. الآن العمل على كيفية ابتكار إبداع هذه المخارج، ولا شك على الإطلاق لا في قدرة سوريا كمواطن بصبره بإيمانه بتجذره بأرضه، ولا في قدرة المقاتل السوري بكفاءته بمهارته بتضحيته، ولا في براعة قائد سوريا حماه الله وحفظه ونصره، ولا في إرادة أصدقاء سوريا سواء كان في محور المقاومة أو في محور مكافحة الإرهاب. باختصار شديد أستطيع أن أقول أن المحور الآخر في انكفاء وانحسار، وأن سوريا ومن معها في إطار التقدم وأمام عنوان واحد هو القضاء على هذا الإرهاب جملة وتفصيلا بغض النظر عن مسمياته وأشكاله وداعميه. كلمة أخيرة، بما أنه لازم نعطي طيارين السوريين
يعني الطيارين البواسل اللي ذكروا بالمصدر العسكري بأنه هن اللي رح يستخدموا هذه الطائرات، وذكرت أنت بأنه هن رح يبدوا بهذا الموضوع التي سلمت من الحليف الروسي. هذا كمان بيعطي تقوية أو تعزيز أكثر للدفاع الجوي، للقدرة يعني أنتوا بعلم العسكر بتعرف بهاي الأمور، خاصة أنه نحن دائما عم نتعرض لتهديدات واعتداءات، فهذا الموضوع بيأثر. نحن بنعرف أنه نحن أنظمة الدفاع وما إلى ذلك تدربوا عليها، ونحن من المتميزين يعتبروا طياريننا، فكمان مو بس متميزين، لا المبدعين، لا الاستثنائيين، طيار الذي استطاع أن ينفذ المهام التي كلف بها بطائرات هي أقل تطورا ومن أجيال، وليس من جيل، ومن أجيال سابقة، واستطاع أن يحقق إنجازات نوعية أذهلت العالم. رجل الدفاع الجوي أو مقاتل الدفاع الجوي الذي استطاع أن يتعامل بمنتهى رباطة الجأش، هو يدرك بأنه مجرد أنه أن يكتشف الهدف أحد أمرين، إما أن يدمر الهدف وإما أن يدمر ويبقى في عربته ويتعامل مع هذه الأهداف بمنتهى الشجاعة وبمنتهى الجرأة وبمنتهى اليقين بالقدرة على تحقيق النصر، ويثبت أو يحقق إنجازات ومعدلات تفوق معدلات ما يسمونه القبة الفولاذية والقبة الحديدية والدرع الصاروخية. المقاتل البري، المقاتل بكل صنوف الأسلحة، الجيش العربي مختلف الصنوف والأسلحة، الذي أثبت أنه فعلا مقاتل استثنائي بكل تأكيد عندما يمتلك أسلحة أكثر تطورا، أكثر فعالية، أكثر حداثة، ستزداد ثقته مع أن ثقته في حدودها العليا. بدي أشكرك سيادة اللواء حسن أحمد حسن، مدير الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري، بشكرك على توضيحك للرسائل اللي عمليا هي مرت من خلال الخبر. اذا ما بقى يعرفوا يقروا هالرسائل لا هو دائما بيفتلوا يعني بيدوروا على هلا بكره بيطلعوا انه بيحاولوا يعطوها تفسيرات اخرى واضحه لا تختلف كليا عن من يريد ان يقرا بشكل صحيح. صحيح. انا بدي اشكرك سياده اللواء. مشاهدينا كنا معكم في هذا البث المباشر والخاص بالخبر الذي اوردناه حسب المصدر العسكري. شكرا للمتابعه مشاهدينا.